الاقتصاد المصري بعد رد وديعة قطر. اتكلمنا قبل كده ان في اتجاه في البنك المركزي ان احنا نسدد 2.5 مليار دولار لقطر، وده لازم يكون قبل 1 ديسمبر. وكان في اتجاه في مجلس الوزراء، بعض الوزراء قالوا طب نرد ليه، ما نخليهم شوية لان هم ما طلبوش. انما انتصر رأي محافظ البنك المركزي اللي هو رأي الافضل والاصوب، ان احنا رجعنا ل 2.5 مليار دولار امبارح الجمعة، قبل 1 ديسمبر رجعنا ل 2.5 مليار دولار. انما ده تحليله ان احتياطي النقد الاجنبي اللي كان اخر الشهر اللي فات 17 مليار دولار نزل 2.5 مليار دولار، فبقينا 14.5 مليار دولار. في مليار دولار جانا من الكويت، فبقينا 15.5 مليار دولار. يبقى نزلنا تقريبا 1.5 مليار دولار، لأننا سددنا 2.5 ومصر جالها 1.5 مليار دولار من الكويت. فدلوقتي احتياط النقد الأجنبي نزل 1.5 مليار في نهاية المطاف بعد ما أخذنا من الكويت وبعد ما ادينا لقطر. الكلام ده ممكن يمثل ضغط على سعر الصرف، لأن دايما تراجع احتياط النقد الأجنبي يؤثر على سعر الجنيه في مقابل الدولار. وكالة بلومبيرج الأخبار بتقول أنه لأول مرة منذ 30 يونيو السوق السوداء يرتفع فيها الدولار على الجنيه إلى هذا الحد. هذه الظروف تتواكب مع تحليلات اقتصادية ان الخليج بدأ يقلل دعمه الاقتصادي لمصر، ومصر عندها مشكلة اقتصادية متمثلة في ركود تضخمي، فانا المفروض نتقشف، لكن كمان لو تقشفنا غير ان هو عبء على الطبقات الفقيرة انه كمان هيبقى مشكلة لانه هيعمق الركود. لازم الاقتصادية في مصر محتاجة سيولة من برة، لازم مساعدات خارجية، لازم استثمارات خارجية. في تقدير ان احنا عايزين 120 مليار جنيه في الاربع سنين، يعني حوالي 4 مليار دولار سنويا يبقى ضخ خارجي لمصر. رغم ان الظروف دي سيئة، ان العون الخليجي تراجع ما بقاش زي الاول، ورغم انه تراجع احتياط النقد الاجنبي 1.5 مليار دولار، ورغم ان السوق السوداء نتيجة مضاربات دور الصرافة أدت إلى خفض الجنيه بشكل حاد في مواجهة الدولار، إلا أنه ممكن نعدي الأزمة. ياما دول كان عندها ركود تضخمي وعدت الأزمة، لا سيما أن تصنيفنا الائتماني مرتفع وهيرتفع أكتر، لأن احنا كده سددنا في النهاية ديون. فرفع التصنيف الائتماني ومعدل النمو اللي زاد، وفي تقدير لبنك الدولي أنه هيوصل ل5%، وبعدين نرجع بقى نعتمد على نفسنا. لازم مصر تعتمد على نفسها، فالمعونات الخارجية في النهاية لها حدود، والاعتماد على النفس بات أساسيا. طبعا البعض بيحاول يخرب أي محاولة لتطوير الاقتصاد ذاتيا، واختيار يوم 28 نوفمبر هم عارفين ده وقت هنرجع فيه هذه الفلوس، الاقتصاد هيحصل له تقلص في احتياط النقد الأجنبي، فيعملوا ضغط أكتر، لأن كانت السياحة زادت وكانت ممكن السياحة تعوض 1.5 مليار دولار. طب هز بقى، اعمل أمنيا مشاكل، واطلع بقى لعمان رياض والتحرير، واطلع كل مكان والمطارية، وروح كل حتة. أي هز للأمن العام في مصر هيؤدي إلى انكسار السياحة مرة أخرى، ما تعرفش تعوض نقص 1.5 مليار من احتياطي النقد الأجنبي، تتفاقم الأزمة الاقتصادية. يعني موجة دفع البلاد لعدم الاستقرار هو مش هدف فقط سياسي، إنما هدف اقتصادي لترقيع مصر اقتصاديا. لكن زي قبل كده ما ركعناش في أوقات أشد صعوبة من ذلك، من المؤكد أننا لن نركع اليوم، وإن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى أن هي تجد استثمارات خارجية وتجد فرص اقتصادية داخلية لدفع النمو إلى الأمام.